معلومات عن ميس انشراح، أول فنانة متحولة جنسياً، ولماذا أقدمت على الانتحار؟ لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر يا أم المطهر. ميس انشراح في فيلم الناظر أو كوريا، في فيلم عسكر في المعسكر، أدوار خلدت ذكرى فنانة من طراز فريد لن ينساها جمهور السينما المصرية على مر التاريخ. حنان طويل، أول ممثلة تخضع لعملية تحول جنسية أو تصحيح الجنس من ذكر لأنثى، وزعم أنها قامت بالانتحار عام 2004 بسبب عدم استطاعتها التحمل العنف النفسي وعدم تقبل المجتمع لتحولها الجنسي. ولدت حنان أو طارق قبل إجراء عملية التحول الجنسي في 12 من فبراير عام 1966 في ظل ظروف أكثر صعوبة، حيث كانت دائما تشعر أنها غريبة في عالم الرجال، وعندما كان يراها الناس يشعرون نحوها بالشفقة لأنها حسب مظهرها تبدو رجلاً، لكن تسيطر على تصرفاتها وسلوكياتها الأنثى سواء في أسلوب الحديث أو حركاتها أثناء المحادثة، لدرجة أنها كانت تربي شعرها مثل الفتيات وتميل إلى استعمال أدوات المكياج مثلهن، ما جعل الناس في حيرة من أمرها. تعرض طارق للتهميش من طرف المجتمع الذي كان يعيش فيه فلم يتقبله أحد، فقرر خلال رحلات سفره الكثيرة للدول العربية أن يجري عملية في إحدى الدول العربية ليتحول بعدها إلى النجمة السينمائية المشهورة حنان الطويل. بدأت حياتها الفنية عام 1999 مع الراحل علاء ولي الدين في فيلم عبود على الحدود، وقامت بدور زبونة في محل تصفيف شعر. كانت عضواً في نقابة المهن الموسيقية حيث كانت تمتلك موهبة الغناء بجانب التمثيل. عام 2000 رشحها المخرج شريف عرفة لتجسد دور ميس انشراح في فيلم الناظر، ويعتبر أشهر أدوارها. شاركت في مسرحية حكيم عيون عام 2001 أمام علاء ولي الدين، وكان آخر أدوارها الراقصة كوريا في فيلم عسكر في المعسكر عام 2003. بعد قرار خضوعها لعملية تحول تعرضت لهجوم شديد من محيطها، لدرجة أن قام مجموعة من جيرانها بتقديم بلاغ ضدها للشرطة، وتم احتجازها في مستشفى العباسية للأمراض العقلية. رحلت بشكل مفاجئ عام 2004 عن عمر ناهز 38 عاما. أثارت وفاتها الشائعات والأقاويل، فالبعض قال إنها توفيت إثر أزمة قلبية، وانتشرت رواية أخرى أنها أقدمت على الانتحار، وبعضهم قال إن وفاتها كانت خلال إحدى جلسات الكهرباء.